في نهاية مقابلة الملعب التونسي نادي حملان. فمعنا لاعب البقلاوة هيثم العيوني ناخذ معنده تفاصيل شنو صار البارح بعد نهاية المقابلة. هيثم أهلا بيك. أهلا بيك إسلام، اللي اسمه فينا الكل أخوي. شنو أحوالك لاباس؟ والله الحمد لله. الحمد لله. باهي هيثم، احكي لنا شنو صار البارح خاصة اللي ما تعدش في التلفزة في حجرات الملابس، شنو صار بالضبط وشنو صار مع سامي هلال خاصة؟ والله يا إسلام كيف ما تفرجتوا من الأول، مع الناس كل لعبة تلعب هبط واحد من الجمهور ديريكت توجه لسامي هلال، ما فهمناش علاش، خاصة اللي نحن ما صارتش بروفوكاسيون منا نحن ولا حاجة، لعبنا فرحنا نورمال كيف لا ترح الكل. وظفر الاربيتر اللي فات البارتي، معناها دخلنا الناس كل فيستير، دخلنا الحاكم، قعد سامي غاديكا وقعد بحذاه حمزة وداروا بهم معناها الحاكم وواحد، والحمد لله كما نقولوا واحد اليوم بعد ما تعدى الطرح اوكي برد شوية واحد الحمد لله لاباس وكا. يقول قايل علاش قعد سامي وحده معاه كان حمزة هيثم؟ اي ماني قلت لك وقت اللي زفر الاربيتر وكثره العباد ما عادش تفهم شكون اللي في التيرا، شكون منا شكون حنا من الف، الحاكم الكل دخلنا الفيستير وسامي كان بعيد معناه في الكاج وقت كاو بعدها ربح لي وقتها حمزه. وهاد يقول الحمد لله تعدت باللطف، وهاد زاد ما يزيد من غير ما يزيد يكبر النفوس وكل شيء، نعرف السيتياسيون اللي فيها حمام نلف وكاو رياكسيون تاع عباد شافت ريحة طايحة واحد وكاو. شنو صار في اللي في الفيستير هيثم؟ تواصل الاعتداءات ولا لا؟ ما صار شيء في الفيستير؟ ايه في الفيستير معناها ولات برشا حاكم برشا عباد، معناها قلت لك ما عادش تفهم شكون المسؤولين شكون العباد، معناها عباد كثرت العباد وكل شيء، والحمد لله جا ثم حاكم في كيفاش نقولها في الفيستير. تم احتجازكم يا اخي بعد المقابلة في الملعب، خرجتوا ماخر برشا؟ لا الحقيقة لا، جيت قعدنا خلونا غاديكا باش برا معناها كان يسهلوا خروجنا من بعديكا يفرقوا العباد وكل شيء، ومن بعديكا ما صارتش حاجة، كان روحنا عادي ركبنا في الكار روحنا ما صار حتى شيء. في الثنية ما صار شيء؟ لا في الثنية ما صار حتى شيء الحقيقة، كان معنا المراقبة الأمنية وواحد ما صارتش حاجة معنا في الثنية، في الطرح قعدنا شوية وكا وتحسها من بعديك العباد الكل اللي فاقت على رواحها وكا، وهذيك هي الكورة في تونس. بالنسبة لوليد الحسني شنو صار له هيفا؟ وليد في بالي والله سمعت من بعديك مش عملت تصوير طلع عنده فراكتور صغيرة في ساقه، حقيقة ما شفتش كيفاش معناتها ضرب ولا حاجة، ما بارامون معناها ثم شكون ضرب وقت اللي هو جا داخل الفستير. في وسط المقابلة هيثم ما صاروش كلام تاع في بين الملاعبية تاع علاش كابسين هكا وعلاش استادي ربحت ولا حاجة هكا؟ اسلام خويا الناس الكل ديجا خليني قلت لك الماتش تلفزي. أي. نحن لعبنا الطور احنا خويا قلت لك ما عملناش لا بروفوكاسيون، ديجا شفت كيما ركينا حتى البونتويت ما فماش واحد من جواريتك اللي فرح ولا حاجه. اي جوستومو علاش؟ علاش ما فرحتوش بالبونتويت مثلا؟ خاطر نعرفوا السيتياسيون تاعنا ما نعرفوش شنو. نعرفوا اذا كان مثلا باش تخسر باش تطيح. مي او ميم تون زاد نحن كستات تونيزيان عندنا اوبجيكتيف نلعب عليه، ومن قبل ما نوصلوا حتى البارتي حمام نلف حاطين الاوبجيكتيف هذا من اللي رجعنا معناها من بعد الكورونا. حاطين اوبجيكتيف نكملوا سيزيام سانكيام بلاس. الله غالب جات المقابله الاخرى كنت حمام نلف، الله غالب لعبنا كوره الكوره. باهي هيثم نعرف اللي حاجات ماهيش الليغال هذه ولا مش مشروعه. هل صحيح انه تلقيتم حوافز من جمعيات اخرى؟ لا جامي ما صارت منها حتى شيء، سمعت منها برشا حكايات وبرشا فازات وواحد ما ثم حتى شيء، نحن لعبنا عندنا اوبجيكتيف نلعبوا عليه نحن، لا يهمنا في اكس لا في جريك. خلنا مركزين كونسونتري على الطرح نتاعنا، لعبنا طرحنا كان ربحونا هما صح عليهم، كان ربحنا نحن كانوا صح علينا. ما خممناش في معناها الحاجات اللي برا نتاعنا ما خممناش فيهم، خممنا جوست على رواحنا نحن. الناس كل ديجا خارجين غاديين على رواحنا، خاطر ما عملناش حاجة عيب، ما عملناش حاجة زايدة، ما استفزيناش المنافس، ما لعبنا كرة الكرة سلام خويا. واضح. يعطيك الصحة، شكرا ليك هيثم العيوني. يا خويا سلام. شكرا على كل التفاصيل اللي مديتنا بها بخصوص ما حدث البارح في مقابلة نادي حملنف والملعب التونسي. موزيكا وبعد راجعين مواصلين.